Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danova Yunanda Putra dari SMA MTA Surakarta. Akan membacakan Surah Ali Imran ayat 133 hingga 136 dalam rangka Lomba MTQ Uniba Surakarta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته